حمودي وين حاط جواربي؟ شو ادور عليهم؟ ماكو. باخر درجة بالكوميدي. يلا ولك عوف الموبايل وهاك كل علاوي ندار علي وكل دا اقول لك. لا لا جهال اخر وقت، احنا امهاتنا كانت مرة واحدة تصيح لنا، واللي تاخر شوية يجي القصية ملحوسة لحس ويضل جوعان مثل الكلب. عمي يا كلب فد ولا امرك، بيا عصر عايشين احنا. انتو تربيتكم الشجع الفروق حتى سيو. تمام عمي اشكرك. فطومة تريدين نرسم لي صورتش من تكبرين شلون تصيرين؟ ايه لعدوك في عدل. يلا ايش صار؟ اصبري ما ظل شيء. كملت. يلا جيب 10,000. ماما شوفي حمود ايش راسمني. محمودي انا رايح للسوق، شو تريدين اجيب بيدي من ارجع؟ يا سوق ابو حمودي. يا سوق شنو؟ يا شو ايش كم سوق عندنا بالمنطقة؟ هاي ايش بيك؟ غير حضرت جوال. والله ولا ببالي. لا عاد اروح للقهوة اشوف شكو ايش ماكو. هي وقفتني الدورية وصاحبتي وياي وضغط يقول شلون انت كاسر عضة جوال وما ادري شنو، راضي يغروني 100,000. بس انزين صاحبتي اللي وياي صيدلانية طلعت باجة وقالت اني بالصحة وهذا خطيبي وده ياخذني للدوام. يلا عافنا الافندي. والله تالي وقت يريدوني يقعدون ببيوتنا مثل النسوان. صدوك كذب. زعبون انت شنو سالفتك؟ قاعد بنص الوادم ولابس كمامة، ايش بيك ما تقول لي؟ يا كمامة هاي خالها على وجهك. ها ما بي شيء، بس بحبيش كلام طاني ياها قال البسها من تصير بمكان بازدحام. صدق هو وين بحبيش كلام؟ شو ماكو؟ هراني جيت، ايش عندكم تجمعين هنا؟ مو قالوا لكم حضر تجوال؟ حضر تجوال مال قبور موتاهم. انا بوقت الامريكان كنت ما اخاف اضرب حضر تجوال عرض الحائط. نو تريد نخاف من ذولا؟ حبيبي ذولا اخوة ما يريدون يخوفونك، ذولا يدورون مصلحتك ويقولوا لك اقعد ببيتك ايش كم يوم حتى ما تنقرض وتقرضنا وياك. ماكو ايش حكي، احنا العراقيين نتمرن على كل شيء، اذا يريدون يغصبون على قعدة البيت احنا نطلع ونتجمع بالعناد. خوش يا جماعة راح اقول لكم شيء بس لا تزعلون، خاصة انت ابو زيدان. انا كل شيء اتقبل منك ومن الجماعة هنا، بس ذاك الحيوان من يتنفس عوالك دي يسب ابويا عقلي يطير منه. عين ابو زيدان، طبعا هذا مو اول وباء يضرب البشريه، قبلها كل لوبيا تقريبا نفس الشغل، يجي الوباء ويستنكب الناس، يلقط الضعيف والغبي والخوي، والذكر اللي ينجي من الاوبئة راح يعيش الناس البشريه للاجيال الجايه. شلون يعني ما افتهمت؟ يعني الضعيف المريض ما بيده شيء، هذا مسلمها خطيه، بس الغبي هو اللي ما يلتزم بتوصياته للاختصاص، بالتالي شاعر على نشر الوباء. حتى إذا ما قتل الوباء راح تقتل نقصان الموارد والفوضى اللي راح تجي بعد الوباء. يعني قصدك هالسواني غبي، رحم الله والديك أبو حبشكل. أبو حبشكل ولي يلتزم ويقعد ببيته بس عايش بين الضعيف والغبي، ذاك الشون ذاك هم راح يعم عليه الغبي، عرفت الشون؟ يا ستار يا ربي. يا جماعة خلونا نرجع لبيوتنا، ترى أبو حبشكل ما ينطق من جيبه. هي يعني ايش قال لكم بالضبط؟ قال كل واحد خلي ينشب ويقعد ببيته وهن اسبوعين يتحملون، ترى البيت ما يبز. أبو حبشكل رجال مثقف، متأكد هيك عتاب بهالأسلوب؟ إيه هو تقريبا بهالمعنى. حمودي روح شوف منو بالباب. ايه وانتو يعني من صدق راح تلتزمون وما راح تتجمعون بالقهوة بعد؟ والله الظاهر هيجي، بس ببالي اسوي مجموعة على الماسنجر واضيف الجماعة ونقعد نسالف، بس المشكلة النت ما يساعد وزعبور ما عنده موبايل وابو زيدان موبايله صرصور دبل لايت. ها حمودي منو كان بالباب؟ قوم يأجوج ومأجوج. شنو؟ روح شوف بعينك. أبو حمودي. هلا أبو زيدان. شفت الجهاز ضاجوا من القاعدة بالبيت من ورا منع التجوال، فقلت لهم امشوا ونسير البيت أبو حمودي، نقعد لنا ايش كم ساعة ونرجع. ها كل الهلا بيكم. بس هذا حمودي وثرب فتح الباب وضع صافن بوجوهنا وخزرنا وطاب للبيت، لا حكى لا قال تفضلوا. هي بعد طفل يا أخوي ما علي عتب. هيو ويكم هاي وين؟ شكو النوبة أبو حبشكل؟ شكو طلع الأمة كلها وراك؟ وين رايدين؟ مسيني خطار على بيت أبو حمودي وما هذا هم ممنوع. يا حبيبي ممنوع وابن ممنوع، احنا قلناكم قعدوا ببيوتكم لا تطلعون. ايه يعني تريدون نقطع ويا جوارين هم؟ وزيدان انت راح تجلطني بالأخير،
عمي قعد ببيوتكم، خاله قعد ببيوتكم، تاي يعني تاي شون بس كل شون. ايه يا معود افتهمنا، امشي ومن تظلم الدنيا نرجع حتى لا شوفنا بحبشكة. والله لو ادري ياهل مسوي هذا الا اشتكي عليه وجرجره بالمحاكم، واذا الحكومه ما قدرت تاخذ حقي اسويها عشائريه. ليش عبالكم هذا راح يمنعني من الطلعه؟ والله لو يجي ابوكم هاي شكوى بزيدان ماري، هاي الحكومه مال غير واحد محاطين بيتي بهذا المار شنو حتى ما يخلونا نطلع برا. ابو زيدان مو بس بيتك، بيتي هم ويمكن المنطقه كلها. والله لعد لو يجي ماري منه الا اطلع. ها بزيدان؟ لا ماكو شيء، بس بطلت ما اريد اطلع. طب حمودة اهلا وخلص حفاظات، شو نسوي هسه؟ منين نجيب له ناشي واهل منطقتي؟ هذا السياج الكهرباء اللي حوطت في بيوتكم هو اللي اجل سلامتكم، شفتها هي الطريقه الوحيده اللي تخليكم قاعدين ببيوتكم. ابو حبشكل عين انت حبستنا ببيوتنا، ما تقول لي اذا احتاجينا شيء شلون؟ هسه الطفل مخلص حفاظات شو نسوي له؟ ابو حمود يلبسوا له قافه وابوك الله يرحمه، ذول الجهال التسعه ولا واحد بيهم لبس حفاظه بيوم. ابو حمود ابنك يا رقم حفاظات يلبس رقم خمسه. هاي فل شوي واجيب لكم، وش تحتاجون بعد قولوا لي. انا اريد فتكيل وين لحم. صدق لو تتشاقه. ليش لازم الشاقه؟ يعني ايش نحتاج تجيبونه؟ ايبني لعد اذا لقيتولي واحدة بنت حلال اكون ممنون لكم. لا نتريد مواطفات. والله هيك واحدة حليوة لا طويلة ولا قصيرة، سمار على بياض، وحتى اذا لقيت واحدة شقرة وعيونها زرق هم ما يخالف. لكن تبلك كفت بنشتغل خطابة حتى نقن فوق، لا وتمال يدو وتقرى وعيونها زرق لك حتى ذن عندك كم هواية عليها. مش ما عليش، بس انطيني اياها شوفي شلون اطلعها تخبر. ما امكي جيبيها. شو ماما حمودي جاي مكينه مالت الحلاقه يريد يزين شعر لعارتي. لك حمودي ترى والله قوم لك حمودي سكتيهم لا قوم اشفص بطنهم. شفت عيني يوم واحد ما تحملتهم، وانا الله يساعدني يومي هذا حالي وياهم. ولكم الحقونا يا عربان الله، قلوبها بينا واحنا بعدنا ما تايبين. شكو يابا شبيك صوتك واصل لاخر الدنيا؟ ولك قامت القيامة وانا ابوك. يا قيامة يابا هاي وين تحكي انت؟ اي ولك شوف اش طالع من الحياطين، هاي علامة من علامات الساعة. يابا ترى احنا ما ناقصين، والنوم انت ايش تشوفه عبالك من علامات القيامة؟ هاي شكو بس لاهم ابويا وامي. ايه عندي يتعاركون من الصبح، غير يخلص هذا من عند جوال والله مثل من ورا حركاتهم. ماما ايش بي ابويا صار لك 3 ايام ما طالع من الغرفة؟ عين ابوكم معتكف بالغرفة يقول نازل علي الوحي، هسه هو بدأ يألف كتاب، ما اقول بس الله يستر. اهلوا جوارين الكرام، فترة حظر التجوال خلصت وحققنا اهدافنا والاصابات نزلت للصفر. نشكركم لتعاونكم ويانا، هسه تقدرون بعد تطلعون برا على راحتكم. الحمد لله، والله عبالك صار سنتين محبوس بالبيت مو اسبوعين. بابا ايش عجبه بزيدان اللي هسه ما طالع برا؟ هم صدق. ابو زيدان ابو زيدان شو ما تطلع برا؟ ما اقدر اطلع تعذرني. اطلع ابو زيدان خو ماكو شيء. ابو حمودي رحمه الموتى عقبني بحالي. والله العظيم ما اتحرك منه انا شبل اذا ما تطلع زين. شنو ابو زيدان هاي صاير بي؟ ابو حمودي ابو سيدك لا تسالني صاير بي، ترى خانقتني العبره واصله هنا وهسه ابكي واطن بنص الشارع. And there was Captain Washington.